السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة بروف فريد. بروف فريد مع الرياضيات، مادة الرياضيات حساب قياس المساحة الجانبية للموصول والأسطوانة، الصفحة 126 من كتاب المفيد في الرياضيات. في الرياضيات صفحة 126. إذن ظنت عائشة أنها ستحتاج إلى الكمية نفسها من الورق الملون لتغليف المساحة الجانبية لكل من العلبتين. إذن العلبة أ على شكل أسطوانة، قطرها 10 سنتيمترات وارتفاعها 12 سنتيمترا. العلبة بي طولها 15 سنتيمتر، عرضها 6 سنتيمترات وارتفاعها 8 سنتيمترات. إذن نلتقي بعد قليل للإجابة عن تساؤل عائشة. بطبيعة الحال سؤالها هل سنحتاج نفس الكمية لتغليف العلبة اللي هي أسطوانة وتغليف العلبة بي اللي هي متوازي مستطيل. إذن أصدقائي، بالنسبة للسؤال الأول، ما هي الأبعاد التي سنحتاجها بالنسبة لكل من المجسمين؟ بالنسبة للمجسم أ سنحتاج القطر 10 سنتيمترات ونحتاج الارتفاع 12 سنتيمتر. بالنسبة للعلبة أو المجسم ب سوف نحتاج الطول، نحتاج العرض ونحتاج الارتفاع. ما هي القواعد أو القاعدة التي سنطبقها؟ بالنسبة للأسطوانة سوف نحسب محيط القاعدة وهو يساوي في 3.14 في القطر أو 2 في بي في الشعاع، نفس الخاصية طبعا لأن الشعاع ضعف الشعاع يساوي القطر. ونحتاج كذلك المساحة الجانبية، هو المساحة الجانبية كتساوي 3.14 في القطر مضروب في الارتفاع. بالنسبة للعلبة ب سوف نحتاج محيط المستطيل الذي يوجد في القاعدة، سوف نحتاج محيط القاعدة أي محيط المستطيل. محيط المستطيل هو الطول زائد العرض جدا 2، والمساحة الجانبية الطول زائد العرض الكل جدا 2 جدا الارتفاع. على بركة الله الآن نقوم بالحسابات الضرورية. إذن بالنسبة للأسطوانة، بالنسبة للأسطوانة أ نحسب المحيط 3.14 في القطر في 10 سنتيمترات تساوي 31.4 سنتيمتر. نقوم بضرب 31.4 في الارتفاع في 12، 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6، أضع النقطة، 1 في 4 4، 1 في 1 1، 1 في 3 3، ثم نقوم بعملية الجمع 8 6 7 3. الفاصلة رقم 1. إذن المساحة الجانبية هي للأسطوانة بطبيعة الحال هي 376.8 سنتيمتر مربع. نمر إلى متوازي المستطيلات ب. نجمع الطول مع العرض، إذن الطول 15 زائد العرض 6 الكل ضرب 2 أو جدا 2 يساوي 15 زائد 6 تساوي 21 ضرب 2 تكون النتيجة 42 سنتيمترا. نقوم بضرب 42 سنتيمترا في الارتفاع في 8،
إذن 42 في 8. 8 في 2 16. 8 في 4 32 زائد 1 33. إذن المساحة الجانبية للعلبة ب هي 336 سنتيمتر مربع. إذا نقارن هذا العدد العشري مع هذا العدد الصحيح الطبيعي. للمقارنة نبدأ دائما بمقارنة المئات. 300 300 ثلاث عشرات سبع عشرات، وسبعة أكبر من ثلاثة. إذا 376.8 سنتيمتر مربع أكبر من 336 سنتيمتر مربع. إذا المساحة الجانبية للأسطوانة هي أكبر من المساحة الجانبية لمتوازن مستطيلات. إذا هل ما اعتقدته عائشة صحيح؟ لا، ليس صحيحا. سنحتاج كمية من الورق أكبر بالنسبة للأسطوانة، بالنسبة لمتوازي المستطيلات بوا. هذه هي العمليات الضرورية لإنجاز هذا التمرين. إذا نذكر دائما بالقواعد. بالنسبة للمساحة الجانبية للأسطوانة فهي تساوي محيط الدائرة، محيط القاعدة مضروب في الارتفاع. هذا ما قمنا بتطبيقه في هذا التمرين. كذلك بالنسبة لمتوازي المستطيلات، المساحة الجانبية سميت بالجانبية. هنا واحد توضيح بسيط للتلاميذ. المساحة الجانبية هي المساحة التي تحيط بالجسم، باستثناء بطبيعة الحال القاعدة العليا والقاعدة السفلى. لا يجب أن ندخل القاعدتين. إذا كانت عندنا الأسطوانة ما نحسبوش القاعدة الفوق والقاعدة التحت، إلا سمعنا المساحة الجانبية. كذلك متوازي المستطيلات، المساحة الجانبية عين نوري واحد التمرين. هذا متوازي المستطيلات هذا الشكل، هذا متوازي المستطيلات مملوء بطبيعة الحال. إذا المساحة الجانبية هي هذه المساحة زائد هذه المساحة زائد هذه المساحة زائد هذه المساحة. كيف نجد ذلك؟ نحسب محيط القاعدة ونضربه في الارتفاع. إذا هذه المساحة الجانبية. بالنسبة للمساحة الكلية سوف نتطرق لها في فيديو قادم إن شاء الله. La surface en français, la surface. La surface latérale, المساحة الجانبية، la surface latérale. طبعا لا يمكن أن ننسى بطبيعة الحال أن إذا وضعنا متوازي المستطيلات على هذا الشكل فيصبح الارتفاع هو هذا الحرف، وتصبح القاعدة السفلى والقاعدة العليا، والمساحة الجانبية تصبح هي هذه. إذا حسب التمارين، حسب معطيات كل تمرين. فوالا. ملاحظة أخرى التلاميذ لابد أن تعير انتباها كثيرا واهتماما كبيرا بوحدات القياس ديال الأطوال. بالنسبة لهذا التمرين كان تمرين سهل فصيل، لأن عندنا سنتيمتر سنتيمتر. دونك في الامتحان ممكن يعطيك هنايا المتر ويعطيك هنايا مثلا ديسيمتر، أو لا يعطيك الديكامتر ولا يعطيك هنايا المتر. باغ اكزومبل. كذلك هنا بالنسبة لمتوازي المستطيلات ممكن تغيير الوحدات إذا كنا نحتاج إلى ذلك. إذا ممكن نعطي مثلا الطول بالمتر والارتفاع بالديسيمتر، لما لا؟ إذا ولهذا لابد من حفظ جدول تحويل الأطوال. لابد أن يكون مهضوما من طرف التلاميذ لكي لا يتم ارتكاب أخطاء في الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأحيي جميع متتبعي هذه القناة المتواضعة، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.
أتمنى أن تستفيدوا من هذا الفيديو وأن تنشروه لأصدقائكم حتى تعموا الفائدة، خاصة بالنسبة للتلاميذ السنة الخامسة والسنة السادسة ابتدائي. طبعا هذا التمرين يخص التلاميذ الخامسة ابتدائي ويخص السادسة ابتدائي. إلى اللقاء.